بس ناكد بقى على الناس يقدروا يلاقوا فين مبدئيا في الصيدليات، فدي حاجه تطمن جدا ان هو حاجه موجودين امن. طبعا من خلال البرنامج اهو معاكي. ايوه تقدروا تتصلوا على الارقام دي ويقدروا يطلبوا اونلاين. اونلاين اونلاين من خلال الفيسبوك، على صفحه الفيسبوك، على الفيسبوك هتبقى ظاهره معانا دلوقتي اونلاين. اونلاين تقدروا تبعتوا اهو عندنا على الفيسبوك نواه برودكتس زي ما انتم شايفين. طبعا هو واخد التراخيص ووزاره الصحه وابروفد. حلو قوي. وطبعا ممتاز لشعر المحجبات اكيد صح؟ طبعا ما هو مقفول انا بستخدم. ازاي بقى؟ طبعا انت بتستخدميه. فبقالك قد ايه بتستخدميه؟ بقالي حوالي شهرين. شهرين وحاسه بفرق؟ بفرق طبعا، الواحد بيبتدي يحس بعد شهرين تقريبا اقل كمان، يعني هتحسي ان فلو كده، وان هو مش واخد الرطوبه ومش شارب يعني، وريحته حلوه رغم ان انا يعني حاطين الحجاب، بس رغم كده لا الريحه بتبقى حلوه جدا. والشعر نفسه بيبقى غير رطوبه كمان، بينعم شويه ولا بينعم؟ بينعم بيطرى. وشفنا كمان حتى في الاطفال، شفنا الصوره من شويه، شعر البنت جميل وفلو وحلو جدا. دي حقيقه فعلا. لا يعني انا سعيده جدا. ايه المعلومه اللي حابه تقوليها بقى للمشاهدين اللي ما سالناش فيها وحاسه ان لا محتاجين نقولها لسه؟ اهم حاجه ان الانسان يكون سعيد ومبسوط، لان الحاجه لما انا اكون انا بستخدم حاجه وجابت نتيجه، انا هيرجع مردودي عليا انا كشخص يعني. فعيد سعيد عليكم كلكم، والناس كلها تبقى مبسوطه وفرحانه وسعيده وراضيه عن نفسها يعني. طبعا اهم حاجه. طبعا. عاملين عروض للعيد؟ طبعا. ايه بقى قولي لنا؟ لا والله خصم 20% على المجموعه كلها. حلو قوي. ازاي ياخدوا بقى الاوفر ده؟ من خلال البرنامج عندك. من خلال البرنامج؟ من خلال البرنامج يعني اللي هيتصل هنا في البرنامج. ايوه. او اللي هيقول اللي متابع اللي شاف البرنامج. ايوه بالظبط. اللي هيتصل على الارقام على الشاشه يا جماعه قدامكم. حياتنا احلى. اللي قدامكم صوروها بسرعه. ايوه. لو عندكم اي استفسارات تقدروا يتصلوا عليها. مين عندكم بقى فريق طبي؟ فريق طبي بيتابع كمان. ده مهم جدا. حلو. 20% حلوه تلحقوا قبل العيد كده كده برضو. والناس كمان تستفيد. والناس تستفيد. انا شخصيا استفاد، انا هجربهم. كلنا هنستفيد. انا اي حاجه ليها. انا زمان انا اتضريت جامد جدا، انا شعري عدى مره على مرحله. كلنا بنعدي. لا 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 انا في حياتي ما شفت كده. انا يعني الناس عارفه اللي متابعيني، انا يعني كان لدرجه امسكه بس كده كان يتقطع في ايدي بسبب صبغه. ودي حابه ان انا اشرحها برضو للناس، خلوا بالكم مش اي حد يصبغ شعر. انا طول عمري بصبغ شعري بنفسي، بس انا في مره حد قال لي غيري اللون بقى وروحي للكوافير ومش عارفه، رحت وبعدها على الجاره بقى 4 ساعات فضل على شعري، وفي الاخر لقيته اغمق من لون شعري اصلا. ايوه. وبيتفتت الظهر، افتحي منه زياده واستخدم حاجات غلط، افتحي منه زياده راح مغمقه خالص. ده قاعد يستخدم صبغات فوق بعض بقى علشان يطلع اللون اللي يعجبك الفاتح. وافتح الظهر زياده فراح مغمقه. قعدت يجي سنه ونص اعالج في شعر. ما هو مشكله. المنتجات بقى اللي هي بتبقى كويسه جدا وبتساعد على اعاده